إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. إيش فيك؟ كلمة تعبان قليلة على اللي أحس فيه. هذه أمي. أول مرة بحياتها تكلمني بذي اللهجة. مرة مقهورة. وأنا مو طالع بيدي أسوي شيء. عسى خير. وش فيها؟ خير؟ والله ما عاد عرفنا خير ولا لا. بصراحة أنا ما عاد فهمت. الحياة كلها عبارة عن أهل يجيبون عيال، يربونهم، يكبرونهم، يوقفون معهم إلين يبنون حياتهم، إلا عيال الخطوان. كل ما تلفتنا ندفع ثمن ذنوب ما لنا يد فيها، ونتعاقب على مشاكل ما قد سويناها. زد على اللستة أهلي بعد. وضعي مثل وضعك، ما يفرق عنك بشيء. أحياناً أفكر وأقول متى نخلص من ذي المشاكل؟ متى يكون عندنا وقت نقدر نفكر كيف نفاتح أهلنا بموضوعنا أنا وإنتي؟ أنا وإنت؟ للحين أنت بتخلص من المشاكل؟ عندك أمل تدخل هواش ومشاكل ثانية؟ استسلمتي؟ ترى تو ما بدينا. ما استسلمت، بس أحس أني فقدت الأمل في كل شيء. وين سرحت؟ ها؟ أبد ولا شيء. قاعد تفكر شلون تنهي العلاقة صح؟ ما أدري ليش حاسة العلاقة هذه راح تنتهي جرح كبير. أقول ورا ما تفرغين طاقتك السلبية ذي في الرقص وسط دروسك وبين طالباتك، أو إنك تخلينا نغير الموضوع أحسن. تمام، ممتاز. أخيرا شفنا الابتسام. ترى ما ابتسم عشان سماشتك هذه، بس ذكرت حلم كذا أحلم فيه من يوم عرفتك. ها؟ حلم؟ زين قولي وش الحلم الفانتازي هذا حقك؟ كافيه صغير محجوز لي وللشخص اللي أحب. قصدك أنا طبعا. أغنية كان نفسي أرقص عليها من وأنا صغيرة، نرقص عليها أنا وأنت من غير ما نحسب خطواتنا إذا كانت صح أو لا، أهم شيء نعيش اللحظة وبس.